وجه سؤال لاتحاد كرة القدم المصري، والسؤال هنا: أين جدول الدوري؟ الاتحاد الإفريقي أعلن الأجندة المتعلقة بمسابقات الأندية الإفريقية سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية خلال الفترة القادمة. دوري الأبطال 24 25 26 سبتمبر أو في بداية سبتمبر، 22 و26 للكونفدرالية، 24 و25 نصف نهائي دوري الأبطال، 2 3 أكتوبر إياب نصف نهائي دوري الأبطال، 16 أو 17 أكتوبر نهائي دوري أبطال إفريقيا. إذن الأجندة تم تحديدها. أجندة أكتوبر لمباريات المنتخبات في أفريقيا بنسبة كبيرة جدا غير موجودة، وإذا وجدت هتكون أجندة ودية ليست أجندة رسمية. بل بالعكس، بالنسبة لمصر تحديدا أجندة أكتوبر غير مطروحة بالمرة، لأن أنت عندك فرقتين تحديدا الأهلي والزمالك ممكن يوصلوا نهائي دوري أبطال إفريقيا، فبالتالي أجندة أكتوبر بالنسبة للمنتخب هتكون مشغولة بنهائي دوري أبطال إفريقيا، سواء أهلي وزمالك أو حتى إيه الأهلي والرجاء، أو حتى إذا الزمالك مثلا وصل مباراة النهائية. فأنت بتتكلم في إطار إن أنت في جميع الأحوال إن شاء الله بإذن الله لو في طرف مصر في المباراة النهائية، فأجندة أكتوبر بالنسبة للمنتخب هتكون صعبة جدا. إذا فكر بقى ممكن في مباراة ودية عمل معسكر، بس هتبقى فيها صعوبة كبيرة جدا، خاصة لو النهائي إفريقيا أهلي وزمالك. فبالتالي أصبح على اتحاد كرة القدم خلال الفترة القادمة ضرورة إعلان أجندة الدوري في شهر سبتمبر وفي شهر أكتوبر، وبمعنى أدق أنت تقدر تقول لغاية الأسبوع 30 هتكون عندك أجندة جاهزة وواضحة لجدول الدوري العام. إعلان الأجندة وإعلان جدول الدوري الفترة اللي جاية هيقتل فكرة أن البعض ممكن عايز يفكر في عدم استمرار المسابقة أو إلغاء المسابقة. أنت بتضع أمام الجميع المسؤوليات أن الجدول خلاص بقى موجود لشهر 9 وموجود لشهر 10، مش موجود بس لغاية نهاية أغسطس، لا يبقى عندك ومتاح ليك الفترة الجاية شهر 9 وشهر 10. خلاص قلنا مفيش كاس امم، مفيش اجنده في 9، قلنا الكلام ده من فتره، مفيش اجنده في 10. المباريات اتحددت من الاتحاد الافريقي بالنسبه لمسابقات الانديه في دوري الابطال وكاس الكونفدراليه، فاصبح الامر بالنسبه لك واضح بنسبه 100%. اعلن جدول الدوري ويكون فيه وضوح امام الراي العام عشان الناس كلها تلتزم بمسؤولياتها وتعرف ان المشوار لسه طويل، والناس كلها تشتغل وتطبق الاجراءات الاحترازيه بشكل جدي، وفي نفس الوقت كمان تعرف ان في مسابقه الجميع حريص على تنفيذها. طيب عنواننا تاني كمان معايا النهارده واحنا بنتكلم على